مثل ايه يعني؟ قليلة الأدب ومش متربية. ما هو لو على قلالات الأدب زماننا رفدنا الكلية كلها. لا بس دي عدت الخط الأحمر. ازاي عملت ايه يعني؟ وصلت بيها السفلة إنها تستهزأ بيا أنا شخصياً. معقولة؟ إيه اللي حصل يعني بكل ده؟ بس اللي أوريهولك ده ما ينفعش حد تاني يشوفه. وريني ليه؟ صورة راجل، إيه علاقتها بيكي؟ ده أنا. أنت فين؟ بقول لك راجل. هي رسماني على إني راجل. بتتمسخر بيا. لا يا شيخة لا، ترسمك على إنك راجل ليه؟ عشان ملامحي جامدة. وماليش في الدلع ومقاس البنات. أيوة أنت ملامحك جامدة بس ده ما يقللش من قاستك. يا دكتور سعد لو سمحت. إيه في إيه؟ خلينا في البنت اللي لازم تترفض دلوقتي. بس هو عقاب الرفض دوت عقاب قاسي جدا. والله لو حضرتك شايف ان الاستهزاء بيا ما يستاهلش عقاب قاسي يبقى اسمح لي اعتذر عن مادتك، لان انا مش هتواجد مع البنت دي في اي حته، ولا في السكاشن ولا في الكليه. طب ثانيه واحده بس اسمعي. مفيش ثانيه واحده، يا انا يا هي في مادتك، واختار دلوقتي. لا اختارك انت يا فيفي. ويا ريت فيفي ده كمان ما يبقاش قدام الزملاء. ماشي هقوله لك لما انا ابقى لوحدي. اشوفك في العياده.